هاي جايز، كيفكم؟ وصل اليوم رجعنا فيديو جديد، واليوم الفيديو رح يكون رح تتحكموا بحياتي لنهار كامل. هلا اكيد مثل ما شفتوا على الانستا حطيت لكم كذا شغله انتم تنقوهم، حطيت لكم مثل الترويقه والغدا والعشاء وشو بدي البس كمان. نقيت اللبس يكون بلاك، سو بست بلاك شورت وبلاك تي شيرت، اتس دان. هون كنتوا منقيين بلاك. كرمال البراكفست الفطور نقيتوا انتو كيك. اوكي سو خلينا نروح على المطبخ ونعمل الكيك. تعامل هيدا الكيك هو بيقولوا الماك كيك. رح ساب الكاميرا وعملها قدامكم ونرجع نحطها بالمايكروويف. اوكي هلا انا حبيت ارجع فرجيكم كيف يعملوا الكيك. بدكم بس ماك، حطيت ويسكي، فيكم ما تحطوا ويسكي مش ضروريه، بيضه وحده، حطوا كاكاو، طحين، سكر، ملعقتين سكر، واخر شيء تحطوا نقطة مي لترجع تصير رخوة. بس تخلصوا تحطوها بالمايكروويف. اوكي كبس المايكروويف وبتحطوها بالمايكروويف لدقيقة و 40 ثانية او فيكم دقيقتين. اوكي سو مبدئيا هيك بيطلع شكله، بصير رخو. فلحطه بالمايكروويف تقريبا، فبدي احطه دقيقة و 40، لحطه دقيقة 50 احسن. اوكي سو هيدا شكله، اكيد مش مثل الصورة اللي حطيت لكم اياها على الانستغرام، بس انه ماشي حاله، انه بالنهاية هي كيك. اوكي اي جس انه بردت. ما بتنبلع، يمكن ملخبط بين السكر والملح. راحت علي الترويقة. هيدا أبشع نهار بحياتي بيقطع. وصلنا وقت الغدا، الكيك طلع مالح ومش طيب، حظنا خالص ستيك. فأنتو كنتوا طالبين آكل ستيك مش تشاينيز، بس طلبنا تشاينيز، فهيدي صعبرت فيها نكزة. بس الأبشع من هيك إنه أكلت تشاينيز ونسيت صور لكم، بس رح فرجيكم إنه عن جد بعد في تشاينيز لهلا. اوكي فهذا هو التشاينيز، بصراحة مبين انه مأكول منه، بس بعد فيه انه صور كوميدي فيديو مازال طلبتوا مني هذا الشيء، ما بدكم ترند انه اكل عشا نودلز ومش تونة. اوكي فاجا وقت العشا. سو هيدي هي، هلا بعرف انه مش مكتر وقوم حاطط وحدة، بس لانه ماني كتير جعان بصراحة، بعد عندي بس انه احط البودرة والصوص وارجع لكم. فمثل ما انكم شايفين خلص صحن النودلز. خلصت العشاء واجا وقت الدسير اللي هو اطيب شيء بهالدنيا. هيدي يمكن اكتر شي رح انبسط فيها اليوم، بس متلج. تفاجئكم اللحظة الحلوة. ما بدي وحدة. اطيب شي نتلا. لحظة صغيرة، مش كأنه كان بدي بس بعد اخر وحدة؟ حلق قلبي. جايز هذا كان الفيديو، اذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وكومنت وشير لاصحابكم، واطلبوا مني بالكومنت شو عبالكم اعمل بعد فيديوز، اذا كان تشالنج او غير تشالنج. بحبكم كتير وبشوفكم بغير فيديو ان شاء الله. باي.